إذن كما تلاحظون معي فهذه أرباحي ربما قد تبدو لكم بأنها أرباح ضعيفة، ولكن في هذه الحلقة إن شاء الله سأريكم يعني طريقة مربحة جدا من هذا الموقع، وسأطبقها أمام أعينكم على هذا الموقع، يعني أرباح رائعة جدا خصوصا بالنسبة للمبتدئين. إذن تابعوا معي الفيديو. السلام عليكم، في هذا الفيديو سأشارك معكم موقع رائع في الربح من مشاهدة الإعلانات. يعني أي شخص مبتدئ على الأنترنت ولم يسبق له أن كسب ولا دولار واحد فيمكنه أن يحقق الأرباح من هذا الموقع، غير أن هذا الموقع له طريقتان في الربح من الأنترنت. الطريقة الأولى طبعا هي طريقة يعني سهلة جدا ويمكنك أن تكسب منها يعني بعض السنتات، ولكن الطريقة الثانية هي الطريقة المربحة في هذا الموقع. إذا للتسجيل في الموقع فالعملية بسيطة للغاية، طبعا ستجدون رابطه أسفل هذا الفيديو. إذا هنا ما عليك إلا أن تدخل الاسم المستخدم، ثم هنا البريد الإلكتروني، وهنا أن تدخل الرقم السري، وهنا أن تعيد الرقم السري، ثم أن تضغط على الشروط والأحكام الموقع. ثم هنا يعني ستجد طريقة ثانية في تجاوز يعني الكاباتشا. إذا هناك هذه الطريقة وهي ربما طريقة معقدة شيئا ما، إذا فأنصحك بأن أن تدخل أو تضغط على جوجل كاباتشا، ثم أن تضغط على أنك لست روبوتا، ثم أن تضغط على روجيستر. إذن بعد الضغط على التسجيل سيرسل لك الموقع أرقاما على بريدك الإلكتروني قصد إتمام العملية التسجيل كما هو مشروح أسفل هذا الفيديو. إذن بعد إتمامك لعملية التسجيل فهذه هي واجهة الموقع. طبعا كما تلاحظون معي فهذه أرباحي من الموقع. إذن الآن كيف يمكنك، خصوصا إذا كنت مبتدئ، كيف يمكنك أن تربح من هذا الموقع؟ فالعملية بكل بساطة سهلة جدا. إذن ما عليك إلا الدخول أو الضغط على View Ads في هذه الطريقة، وهناك كما تلاحظون معي هناك أربع اقتراحات وهي خاصة بمشاهدة الإعلانات والربح منها. إذن مثلا إذا ضغطت على الاختيار الأول طبعا سينقلني هنا إلى مجموعة من الإعلانات، فمثلا هذا الإعلان إذا شاهدته ومدته 30 ثانية سأربح 4 ساتوشي، وهذا الإعلان مدته 30 أيضا ثانية سأربح من خلاله 3 ساتوشي، وغير ذلك. هناك إعلانات كثيرة جدا، هناك يعني صفحات كثيرة جدا. جيد، هذا بالنسبة للاختيار الأول. أيضا هناك الاختيار الثاني نفس الشيء، أيضا هناك يعني إعلانات يمكنك مشاهدتها والربح ساتوشات من خلال مشاهدتك للإعلانات. نفس الشيء بالنسبة يعني للاختيار الثالث، غير أن في الاختيار الثالث هناك يعني نقاط كبيرة وكثيرة جدا من خلال مشاهدتك لهذه الإعلانات. جيد، الآن هناك الطريقة يعني المربحة من هذا الموقع وهي بيع الحسابات، ولكن يجب عليك أن تشارك رابط الإحالة الخاص بك. وأين ستجد رابط الإحالة؟ إذن فلإيجاد أو لمشاركة رابط الإحالة مع الآخرين ما عليك إلا النزول هنا والضغط على الاختيار الخامس، ثم بعد ذلك أن تختار الاختيار الثاني. إذن فهذا هو كود الإحالة الخاص بك، فيمكنك مشاركته مع الآخرين سواء كنت يعني تملك مدونة أو كنت تملك يعني قناة على اليوتيوب أو الصفحة على الفيسبوك أو الواتساب أو باقي وسائل التواصل الاجتماعي. فإذا تسجل الأشخاص من خلال رابط الإحالة الخاص بك فأنت تكسب يعني نقاط، فيمكنك طبعا بعد ذلك تحويل هذه النقاط إلى الدولارات طبعا. جيد، ولكن ما هي الطريقة المربحة من هذا الموقع كما قلت لكم في البداية وهي بيع الحسابات؟ كيف يمكننا بيع الحسابات على هذا الموقع؟ إذا ما عليك إلا طبعا النزول هنا، ثم أن تضغط على الإحالات، ثم تنزل هنا إلى الأسفل. إذن فهنا هناك مجموعة طبعا من الإحالات، عددها بالنسبة لي هو 84 إحالة، طبعا كسبت منها 4356 ساتوشي. جيد، إذن فكيف يمكننا بيع هذه الحسابات؟ إذن ما عليك إلا النزول هنا، ثم أن تضغط لترى الحسابات المؤهلة، أن تضغط على هذا الاختيار. إذن كما تلاحظون معي فأنا الآن لدي حسابان للبيع. طبعا فالحسابات المؤهلة ستجدونها باللون الأزرق. طبعا إذن سأضغط على هذا الحساب قصد بيع هذا الحساب، ثم سأبيع الحساب أيضا الثاني، ثم سأعود إلى هذه السلة، سأضغط على هذه السلة قصد
إدخال ثمن بيع هذه الحسابات. مثلا أنا سأبيع هذه الحسابات ب 4000 نقطة والتي تساوي دولارين تقريبا دولارين، ثم أيضا سأبيع هذا الحساب ب 4000 نقطة، فهمت؟ ثم سأضغط على بيع سيل، سأضغط على البيع جيد، ثم سأضغط على يس أنني أريد بيع هذه الحسابات، ثم جيد. إذن فأنا الآن سأنتظر حتى أن يتم شراء هذه الحسابات، وكما قلت لكم فهذه الطريقة المربحة جدا. فأنا فقط يعني لدي 84 إحالة، فأنتم يمكنكم طبعا مشاركة رابط الإحالة الخاص بكم مع الآخرين وكسب يعني دولارات محترمة جدا من خلال هذا الموقع. وحتى وإن يعني لم يتسجل أي شخص من رابط الإحالة الخاص بكم، فيمكنكم طبعا الاشتغال بالطريقة العادية وهي عن طريق مشاهدة الإعلانات والربح منها. طبعا إذا كيف يمكنني أن أسحب هذه النقط الموجودة الآن؟ إذا سأضغط على withdraw. إذا بالنسبة لكم أنتم لن يقدم لكم الموقع يعني هذه الواجهة التي تشاهدونها الآن. لماذا؟ لأنني أنا أدخلت المحفظة الخاصة بي لتلقي يعني الأرباح من هذا الموقع، وهذه الأشياء شرحتها في فيديو سابق، سأترك لكم رابطه أسفل هذا الفيديو. طبعا إذا هنا أنا سأختار الباير ثم سأدخل هنا المبلغ. إذا فأنا أملك 2000 ساتوشي، إذا فستحول لي يعني 0.6 USD يعني 0.6 دولار إلى حسابي الخاص، ثم سأضغط على confirm. إذا ثم سأعيد هنا confirm. إذا سيتم كما تلاحظون معي سيتم تحويل هذا المبلغ إلى حسابي، وكما تلاحظون معي في هذا التاريخ تم تحويل هذا المبلغ الذي هو دولار فاصلة 0.7 إلى حسابي على الباير. إذا فأتمنى أن يكون الفيديو مفهوم وواضح، فإن كان لكم أي تساؤل فلا تترددوا بتركه أسفل الفيديو، وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله.